باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدوده نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانيه. القضية 557، المتهم عيسى زياني. سيادة الرئيس، إن موكلي الماثل أمام عدالتكم شخص مشهود له بالاستقامة ولم يكن يوما من أصحاب الثواب. ورغم ظروف تلبس المحيطة بالقضية سيدي الرئيس، إلا أني أرجو من عدالتكم نظر إلى سيرة موكلي. إن عيسى زياني هو ذلك الشاب الذي يعتبر مثلا للشباب الصالح المثابر خلال مساره الدراسي والعلمي.
فأثناء عمله كمحاسب شهد له بالنزاهة والحرص على أداء عمله بما لا يتعارض مع قوانين الجمهورية ومصالح الوطن، كما أنه ينحدر من أسرة ثورية قدمت الغالي والنفيس من أجل تحرير هذا الوطن. ونظراً لكل ما سبق، فإنني يا سيادة الرئيس أريد منكم النظر لكونه غير مسبوق قضائياً، كما أن المخدرات المحجوزة في ورشته أثبتت تقارير الشرطة العلمية أنها لا تحوي بصماته، مما يثير شبهة التلفيق لموكلي. ورغم عدم توفر أدلة، إلا أنه بالنظر لسير موكلي وبشهادة شهود، فإن ظروف وملابسات القضية تحيط بها علامات أسئلة كثيرة. لأجل ذلك أطالب سيدي الرئيس من عدالتكم مراعاة ظروف التخفيف على موكلي. شكراً سيدي الرئيس. متهم، عندك كلمة إضافية؟ سيد القاضي، أنا ذنبي الوحيد بغيت تكون مواطن صالح هذا مكان. أنا في حياتي ما دخلت الكوميساريا للدرشة، لا أنا لا واحد من العائلة تاعي. نطلب البراءة ورد الاحتبار لي والعائلة تاعي. الحكم بعد المداومة. حكمت المحكمة حضوريا علنيا على المدعو عيسى سياني المولود ب 14/10/1984 بمستغانم بالسجن نافذ 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 300,000 دينار جزائري. رفعت الجلسة. واش راك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. كي راهي خالتي وسهيلة؟ الحمد لله مشكور. الحمد لله. كاش خبر على عيسى؟ ربي يفكر ولبه. ما قالوش متى يخرج؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله لاباس. يلا يعطيك الصحة. عايشك. عايشك يبارك فيك يا بنتي. سلم على الحاجة ولا سهيلة سلم عليهم بزاف. وكاش خبر ما تنساش تقول. إن شاء الله. يعطيك الصحة، يلا بالسلامة. في أمان الله. سلام. ربي يسهل يا بنتي. ربي يسهل. حاج شو جابها هذه؟ شو قالت لك؟ كانت فايدة شافتني جات سلمت عليا وسقصتني هذا المكان. خطرة جاية ما تهدرش معها، ما تقيمهاش، ما تهدرش معها. وين راكي؟ سهيلة عندها ساعتين من اللي خرجت، تليفونها مبلع. شفتهاش؟ ادخل مع سهيلة، ما عندها وين تروح. هاي هاي. ما عندها وين تروح الحاج؟ كمل عليا. Hey, 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 hey
مشي، حطها من يدك ولا بهدلك قدام الناس والدار. امشي تروحي. شكاين ما امشي تروحي. خطي فاطمة عايزة اخوها وانا صاحبي، كيما ندافعوش عليها احنا شكون يدافع عليه؟ حسن هتقلب الدنيا على راسنا، احنا ناقصين هذه المشاكل. امشي ما قدام الناس وبهدلك قدام الناس. هاي امشي لنا صفعك. ما صاي قدامي ما بحلتيني قدام الناس يا الكشفة. صاي على كي شدتني الدار درتي. دخلي دخلي اخي بس يا سما قدامي. صاي ما صاي طقيني هكذا هكذا. دايره روحك زعيمه شايدة الميكرو وها ها 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 راح تقلبي الدنيا على ريسانا. ما كفاكش واش صرا لنا؟ شافي هما الناس قاعد تخرج للحراك ستيني غير انا. ما دخلني في الناس تريكو هذا. شفيت صورت خوك؟ شا دخل خوك في الحراك؟ خويا هو الاول اللي هدر على عزيز توكار قبل كاع هاد الشعب. شربح خوك شربح خوك. 5 سنين انا شي في الحبس، 5 سنين وانا نجنح عليه في طول الليالي، 5 سنين نحي هذا التريكو تبعيني نروحو نوجدو الفطور. رفض روحك مدير باغي يشوف. شاب سجين عيسى زياني. السلام عليكم شاف. راك مليح عيسى؟ الحمد لله شاف لاباس. واش بيك؟ السمشه السمشه شاف. توحشت الشمس ها؟ مالها راك كمل كاع الحبس تاعك في السيلونه ولا كيفاه؟ في السيلونه كي صاله حبس حبس. ولا راك درك على صحابك؟ انا حاب نعرف شكون اللي قاعد راه يعاود نزرك. تاع المدير انا غير مسجون. شاك تستنى مني؟ تكون عيني في الصال. تسمع حاجة راح تصرى ولا جيت خبرني ولي بقى عليا. ما تفهمنيش غلط، مانيش حابك تكون عيني هنا، تكون عين الحق. عين الحق؟ أنا على بالي طريق الحق وين توصل. توصل للدل. أنت تعرف منيح الملف تاعي وتحاسب عندي الحق. باغي ندافع عن الحق. كلش دار عليا أنا خلصتها وحدي. انا ما يهمنيش اللي فات، الناس ماشي كيف كيف، صبعتين اليد في اليد وماشي كيف كيف. انا راني هنا نطبق في القانون وربي راه شاهد عليا. اقسم بالله يطيح في يدي واحد فيكم والله ما نرحمه. ربي يعاونك. كارديا اديه. رمي عينك الداخل واش كاين. شوف عيسى حبيش تربى اش حالي نتايا راك تدي الخبر للمدير نتاعك. شوف عيسى والله اللي هو ربي ولا خاش الناس سالم متفلع عليا. لا انت يا جماعة تخضوا لي حاجة. اه ودا بيا شوفوها شوفوا شطارتك عيسى. بس بلاصتك كل واحد بلاصته. سكين هاك الرخص تاع قالة تخدم لي في حبسي. لا الغاية حتى تيح في جزيرة ما فارس. صح حسين تجابوه للصالة عندها يومين من يدخل. من يدخل هو يحكي لهم أنا ضارب واحد هنا في الصالة. تخليه يهدر صاحبي أنا عندي ما خسر. أنا نقطع مع في الغاية راس ما والو. أنا مازال باقي لي غرام تاع حبس واللي بغي يقرب راني هنا.
بعدهم علينا وخلينا من المشاكل. اوكي هاني قبلت كيفاش تربحي ودي بالك كي نخرجك من البلاد ونحط دراهم باسمك تلبيها بيا اتونسيون هنا عزيز ليه وهنا غول وين تكون نجيبك على بالي شفت بعيني ما قالوليش شارك تخطي باغي نعرف شنو راه يدور في هذاك الراس شيخي زدت بلي انا باغي نعاونك احنا بيناتنا عشرة 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 كما كانت بينك وبين خطيبك حبيب القلب كي سميتيه والله نسيته اكوت دون تو لي كات نبقى بكل جو دير دراهم باسم مرتك ولادك تديهم لك الدولة ميم لو كانت حلقان برا مي لو كان ديرهم باسمي انا ما عندهم يديروا لي بيان سور بوسنتاج تاعي انت كاع ما تشبعيش ست شهور اللي جوزتهم معاك ولفوني دراهم وعلموني طبايعك الدراهم اللي عطيتهم لك شا درتي بيهم شيخي سي تو بلي خلينا في السوجي تاعنا تاع لي كونت باسمي انا وجد روحي عثمانة حياتي حياتي ايا بدي تروحي داكو انا نمشي بلي سي تو شونج دافي ابل مو مو جي با شونجي مون نيميرو تيليفون داكو شغل يدير هنا هادي بوي هاكا باغي نتولو كيف كيف كيفاش تدخلك شحال من مرة فهمتك اللي ما عندك ما دخلك في حياتي كوم دابيتود الدنيا راها مقلوبة برا علينا بويا وانت في الأول تحل عينيك تفطر مع روحك تشوف شو راه صاري لا شا عجبك فيها عاشا فيها اتونسيون اتون لونغاج خرج عليها خرج خرج عليك؟ ايه المهم نخرج عليك ماشي مشكل بصح قبل ما نخرج عليك حنوري لك حاجه برك شوف شرا صاري لا بس تصاويرك راهم اكثر من الاعلام برا بويا افطن مع روحك افطن مع روحك اوكي باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانيه بروح نروح شي حاجه هاي انتي هاني غايه لاباس غايه ولدي غايه حاش كي راك الحمد لله راكم غايه انت راك لاباس لا والله الحمد لله الحمد لله نشكرك الحمد لله يا رب الحمد لله انا ندير واش قالوا لي انت تبغي بزاف لاسونس هما قالوا لي نشفيها ولا ما ندخلش هالخطره انا شفتها واو يعني منعوا لي كي درك عارفه المحابس كاش ما يدخلوا في حاجه ولا بصح تدخل الماكله الحمد لله ممتي والله يدخلوا لنا كاع الحمد لله الحمد لله راك تشوف فيه راه منور وراه لاباس زيد ثاني المحابس يجيبوا لهم فاميلتهم باني أي مع أصحابي كل واحد يمد حاجة ناكلوا مع بعض كي راهي سويلة راهي غاية
سهيلة راهي غاية لاباس. الحمد لله. الحمد لله. هذيك راهي مهبلتنا بالحرك. على تخليها تخرج الحاج؟ لا لا، راك شايف الطريق نهار الجمعة الحجر يتزعزع، صغار كبار ورافدين الاعلام. ايه فكروني بايامات زمان. انا عارف كي غادي تكمل. بصح الحاج ماذاك عارفه كي غادي تكمل؟ علاش تخليها تخرج؟ الطريق راه توصلنا الهضره للحباس. انا قال لك الناس تخرج برا وكاع، ما تقعدش تعرف بالك هكا يدخلوا لهم مشاكل في الوسط ملي تروح في الجره. ودي راك تعرف اختك، اختك راسها هي بس راسها خشين كيفك. عايزه ودي راهي مع الشبيبه وهذا الجيل هم يهضروا ويقولوا واش بغاوها في بلادهم. اسي ياسين كي راه ياسين؟ ياسين ياسين راه غايه يا حسره. ياسين راه مصطاد للدار، راه مريق للشعره. المهم راه مهنيني من المشاكل. عيد فيه تعلم الخياطه روح المحل والو البالون. ياسين خاطئ المشاكل عارف مسكين في البالون. خلو ولدي زركوطي هذاك خلو. قالش هذا ياسين؟ ان شاء الله قريب تخرج بيتي. ان شاء الله بنتي. جدك هذا ضرب على فوكا قال لها لاغراس راح تستفاد من هذه. ان شاء الله ان شاء الله قريب لاغراس. اي نورمالمون تمشيني لاغراس بنتي نورمالمون ان شاء الله. الله ربي يكتب على حسب كيما يقولوا لي زافوكا. وثاني واحد المحبوس معايا كنعرف ان المحابس هما يشرعوا لك يعرفوا كل شيء كيفاش. قال لي على ربي ان شاء الله فيها. كيما جات بنتي بروحي ما باقيليش بزاف ان شاء الله نخرج نتلاقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما تبكيش مع الله يحفظك. وانتي والله لا راني غايب. علاش غادي نتكلم على المحاضرة؟ صح صاحبي بنتي الله يحفظك. بنتي صاحبي بنتي شوف فيا بنتي والله راني غايب. ما شوف فيه هاني راني لاباس عليا والله راني لاباس عليا والله ما كان والو راني الحمد لله. ما قديتش ولدي. ربي يخلص في اللي جابك لهنا. ربي يخلص اللي جاب ولدي. ولدي باري صاي باقيش بزاف كنتي نخرج الحمد لله. صاي بنتي راني قريب نخرج عندك. صاي حبك ما تخش والله ما باقي بزاف والله ما كاين مشاكل. راني نرقد غايه بنتي ناكل مع اصحابي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زيارة خلصت صحيح. يا رب خاتم البنت تحسن على مخاتم. يا رب الله في راحة عيسى بنتي فاطمة بنتي وفاطمة. جاوبي. انا غادي نحرحر على قاده اكثر من اللي نحرحر على حسين. صاحبي ساعدني هذه غيرتك منه. هو على باله بلي ستيكر خاطي شو دير له قال مع هذاك الرخص تاع زرب حلف فيه وقال له والله ما راك قاعد هنا. غادي يجيبها في العباط الله مسكين. شفتني غمه غادي تنكشف معاه. الحاجه بار ورا بروشي كنت متوحش الشيبانيه وكنت متوحشتني. قادة كان خادمة مع الشاف تما اللي دخلني ما خلاهاش توشيني على باله قهرني. وزيد ما بغيتش نتعالها معاه نقولها بلي الباروار تاعي ورا بروشي ونقعد نسلم على مهو القانون. خفت نزيد نهاوش هذه كانت مفتق. اسمع هذاك المدير ما يبغيش شو الاخر مخرمطة غاية. المدير ما يبغيش من على بالي وراه يحوس علي. شو القادة يدور صربوطة غاية في الحبس كاع الشيفان تبدلوا غير وما تبدلش. صيجي نهار داك الشيء نقول بصح مي ما تاخذش مغيت على القابله مسكين تسيري طيب غاديه موليه هذه الحاجه قش بالي الله يحفظها ربي يطهرها ان شاء الله والله لا بنينه تحاس مي ما يحل لها حط اي حط قال لك حط انا واش قلت صاي اسكت عيسى الماكله الله يبارك تعي اسكت هاني اسكت عرفت مودي شنو قال لي تقول باغي نكون عينه في الصاله اخ منين جاك
هيا قلت له انت الاخضر يدور الصاروخ قلت له يدور في الدخان ويشوف فاميلتي يخرجوا برا وكا لا حجب الضحك مزبولهاش الحبس بودني انا نصني هطل مالك حضر مطيع مالك ما قلت والو خويا الخزراني واني ساكت اسمع بالك اسمع حضرها كل غفر وش اسمع ساكت ساكت تقول ما ناكوش حبس قول كل ما ندير عليكم لبك شي باني معي تشدها روحها شدها روحها دير الكوراج مع طرد قد بلك مسكينة صعبي بكش بزاف ست شهر ديرها كنت فوت وغادي نتوحشوك شو لو بصاش بدلي ليك على بالك هذا صحيح غادي تسوس بيا هذا ماله ماله خويا حنيتك قلت حق ولا راه نهضر مع بنجان نقول غير حلاها صعيبه فيها ولا دور صاروخ دور صاروخ دور صاروخ شنو انا اسمع نوض 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 اسمع بالك اسمع هضرها كلها اي وانا ما هضر ما هضر سايس نوض نوض خليه وش نهضر نوض راني قاعد راني سكت اروح لبيت نبيل الله يطول لها عمرها العجوزة والله غير بنينة كليت الحمد لله ربي هنيك حلو نبيل والله لا كليت بارك الله فيك أخي كريم أنا درمع نعم لك دور تتاني ليه يا أخويا العزيز أنا صرف تعرف قربعت سمع مستحس راها واحد لامبيونس برا الشبيبه قاملين هذو كتبوا بالمشي مشوي 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 شوف يولوا لديورهم كالعاده غاديه وتزيد تاش حرا غاشي برا ما تامنش عقلك والله عندك الحق خليهم ينبحوا ينبحوا كيما العاده يا اخي نعرفوهم ولا قال طاق البكري مين كان يقول لك كنت تهضر تموت ضربك قدر حتى تموت حاجه ما راح تبدل كل شيء غادي يقعد كيما راه على كل حال ما عندهم ما يديروا عزيز طوغار وليدو حاجه كبيره البنات بلاد كلها تطيح طوغار ما يطيحوش غير ما تبقاش سليم يميلو ما يطيح تعرف هذا الملف نقدروا نجيبوا ابراهيم مهلال فهمتني شوف اتصل بالنائب العام خرج لك مذكرتين واحده منع السفر والاخرى ايقاف في الحال وازلم تبقاش تبقى اوكي هضرت ابراهيم ولالا مازال في البلاد وهذه فرصتنا باش نقضيو عليها وعزيز طوغان الملف تاعو وين وصل انا نتبع في عبد الهادي تراضى الوضع تاعو لازم تبين لهم بلي ما عندناش الوقت فهمتني هاي خدمتك وتعرف على مدارش قري فيك هيا خف روحك اوكي هضرت يا دراك امال هاد الناس عندهم دراهم بزاف بزاف ويديروا امور كيما هكذا شوف سي كمال الطماع هذا خواف معناه قد ما يكسب دراهم قد ما يحب يزيد يكسب ما يشبعش في نفس الوقت غبي لانه يظن في باله انه نهار يطيح يسلكوه دراهمه او انه ما يطيحش خلاص وهذه مستحيله وانا نضمن لك يجي النهار وين يطيح يطيح هي البلاد شراكي لما وصدقني الحرب تاعنا هذا وين بدات الفو با نغفلوا عليهم باللحظه واحده الناس هذوهم بعين ارواحهم للشيطان فهمتني هذا اش تاع صاحبي انا نهضر معاك اش تيبا بريزونتي لك مدامتي جديده هاي عيسى ارسم لنا حاجه واحده اخرى حاجه تزهي تفرح ها مخي حركتها لي بهادي ما كاش حاجه تزهي وتفرح طلع لك راسك طلع لك قيمتك كيما هذا العالم قاعد يدور على هذا شوف شوف راه كاينه حاجه في راسي شوف انا كنت رسمها لي عيسى خويا بيان شوف وحده طويله
شعرها تلهنا وعينيها كبار. خطيك مطويل. انتوا مش جيبوا لي اللوز وكاوكاو؟ هذاك اللوز راه جاي من الهند. ولا لا مانيش على هذا. راك سير بهذه القضية؟ اسمع من تونيش كش نعجبكم حكاية ما صدقتش. سمعناه حاجة وشي تحكيه حاجة أخرى. وين سمعته؟ سمعناه قارحين باسيو وقارحين جزء التحقيق. مازالك تسمع في هذا القهاوي؟ مني يقولك شطلع ليست شطلع ليست بياني اسم كون ماكاش نهضر بلغة أخرى باش تفهموا له. أيوة الحمد لله. توما المفيد نقيو رواحكم لي كونت لازم يكونوا رجلوا هالشعرة ورقة فيها اللوش حرقها قطعها كورها هذا بك لي كونت يكونوا صافيين كيما انت عزيز. هذي خاطيك خدم خدمتك احنا نخدم خدمتنا ليك سعف عارفين رموش باب اللوزة مع حاكم قالك مهني الحمي غيزكش معايا ظهر قا ما تخممش اش حتى قول باه حاكم يجبد لهنا انت لازم تجوز لاطيس كون هاني غدوة في الصباح يكونوا عندك الخرط. انا اخلص دوك وكاش كاش هذا مكان قدوكش شوية نوزنهم على بالك زيد شويه عزيز كي تحل المشاكل نزيد انا عندي خدمه ليله سعيده ما عرف الخرجه هذا الكلب هذا راه يكذب ويلعب بينا. بسم الله وصايب هذه هي شي يدير الميت في يد الغسال. رسلوك لينا من جديد؟ ما كفاكش الشي اللي درتي في عيسى؟ ما تحشميش؟ ما عندكش الوجه اللي تحشمي عليه؟ قولي العزيز تاعك ريحه الجيفه طلعت منك وكاع الناس شمتها. ربي يسامحك سهيله راني جايه باسكو راني خايفه عليك. انت اختي الصغيره ما نبغيلكش الضر. انا شا دخلني في عزيز طوكار شا بيني وبينها انا جايه باسكو راني خايفه عليك سمعي مني. لا لا في هذه عندك الحق ما كاين والو بينك وبين طوكار احنا على بالنا صاي قاسك. شو قصدك خالتي انا اللي مازالني خدام عنده في الشركة. اكيد زعقي ول الناس كل على بالها اللي طوكار زوجك وطلقك في شهرين. ما كاش على بالك حكايه قديمه هذيك ونسيتها غلطت كيما كاع الناس تغلط. عزيز هذاك غلطت حياتي اللي ما قدرتش ننساها ما قدرتش نسامح عمري عليها. صعيبه شويه يا صعيبه تنسي عزيز طوكار اللي بعتي عيسى على جاله قصدي على جال الفيلا واللوط الله الله والدراهم اللي صرا صرا دركا. خلينا في اليوم انا خايفه عليك اني جاي على خاطر هذوك لي فيديو اللي راك تهبطي فيهم. عزيز غدار راني خايفه عليك من شره بعدي على طريقه. خالتي فهميها. شوفي يا بنت الناس راكي في داري ما حبيتش ناذيك روحي الله يسهلها لك اخرجي وقولي لطوكار تاعك هذا الدار نقيه ما يزيدش يبعث لي الجيفه.
انا جيت على خاطر العشره اللي كانت بيني وبين عيسى. على بالي بلي كانت عزيزه عليه وني خايفه عليها. سي فور ساني جايه، بصح يجي الوقت وتعرفوا بلي عندي حق. انت تعرفي لي العشره؟ عبالك الشيء اللي راه غايدني؟ راه غايدني خويا عيسى، كان حاطك تي عينيه اللي يشوف بيهم، كان يقول لي الشمس تطلع بريم وتهود بها. تحتي شا درتي انتي؟ تنشري بالدراهم سهيلة. اللي قلت لكم ويجي الوقت وتعرفوا بلي عندي حق. سهلي يا بنت الناس، سهلي، وما تزيديش تحطي رجلك هنا في داري. سهلي، انا وصيتك. كتر خيرك اللي خفتي عليا. صح الفا. برافو، نهار عند بويا ونهار عندهم. جدي الدراهم من عند عزيز باش تمديهم لهالطلابه. طيب فهمت، هذا وين فهمت. انت اللي بعتها عند بويا بهدي الشونطاج على هذوك الفيديو ولا؟ قادر روحك اي ولا بلع فمك. انت اللي بلع فمك. وهذوك الفيديو نلقاهم يدوروا هاك ولا هاك، رجليك نقطع حملك فهمتي؟ زعما شاه غادي يخاف منك؟ غادي تخلعني؟ تحلبتي يا بالك. عبالك بهذوك زوج غنيات تاع الحراك اللي درتيهم طيحي بهم عيال الطقار، راكي غلطتي. مال انا غادي نقول لك حاجه. قولي لي زوج. كي انت كي بوك قالكمش بزاف وكاع الناس فاقوا لكم. زيك حاجه واحده اخرى؟ زيديني. ما تخلعني لا انت لا بوك لا واحد اخر، انا ما نخافش. اوكي صح. وانت داري في بالك حاجه، كنتي كي خوتك كي حومتك كي هاد الحراك كاع ما تخلعونيش. اوكي وانتي حسابك راه جاي. نو مي فريمون ياسين الحاج صلي على النبي، صلي على النبي الحاج، صلي على النبي، صلي على النبي. بويا اخت عيسى هذيك. اخت عيسى. لكن تكمل في هالطريق راح نقطع لها لسانها بويا. سليم قلت لك ما تقربهاش. كيف ما تقربهاش بويا؟ تهبلني؟ راك تشوف فيها اش راح تدير؟ كيف ما تقربهاش؟ اي كل يوم دير فيديو علينا بويا وتهضر علينا، تكمل كيما هكا والله 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 ما هيش علينا هاد الحراك. شوف كبر مخك وما تقدرش تهضر هاد الهضره، خلينا من هذاك الذر تاع الحراك. اسمع الضرب راه الفوق والبطرق على رصابنا، رانا في الغرقه بويا. الحراك مش ودرب بويا، باسكو الحراك هذا والشعب هذا هو اللي قادر يطيحك. ايوا طيحني. الو شكون؟ واش حكموه؟ تاع اي اي جاي. شكاين شكاين بويا؟ بوهلال حكموه في المطار. اختاش زروك والله اللي كنت حاس بيها. هذاك الكلب كان يلعب بينا ويلعب في ظهورنا. وانا كلب وانا كلب كان بزاف بويا. وانا كلب حكيم شك نقول لك؟ شنو كنت نقول لك بويا؟ شارك باغي يدير بويا؟ شارك باغي يدير؟ مانيش عارف شنو غادي يدير. ما كانش وقت بويا. خليني نخمم. لازم نسافر اليوم، رانا في الغرقة. نكشف كلشي، نكشف كلشي. وحنا بويا شنو نديرو؟ ما راهم باغيني أنا اللي نمهم. شريك راه باسمي، ما عندك ما تخاف. أنا نخرج من هاد البلاد. أوكي، أنا نشوف لك سريع. ما على باليش، روح على إسبانيا، أختك من الأيغوبور. خليني أنا ندبر راسي بويا بهاد الحكاية. يا سليم. كنت داير كاع الحساب، خدعني الوقت برك. انا ما كنتش حاسب بلي هاد الطيحه قريبه.
لا لا لازم انتوما تاني تسافروا اليوم انت واخواتك لازم تخرجوا. نو 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 انا وانت روح معك بويا. انت هذا الراس بالله هو اللي غادي يدينا الهولة. ارواح اصبر 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 وينش هاد الدراهم اللي مخليهم وين؟ ايه خليهم هنا هاد الدراهم كي يجوا لابوليس يلقوهم هنا. درها زمان في رمش الطعين في ديك اللحظة غلقت علي قلت له قلوبنا وإحنا حيين في يوم وليلة غابت النية هيك العبرة بالخواتين حقي نديه منك يا دنيا فقت في ناس راهنت بعمري في الأخر هرماوني في النار هالدنيا واهرة والوقت يورد حتى الأحمال اللي ربيت وطار والقريب اللي ضربني في داري خلصها غالية وتنصفني ماشي بيدي
صنع دابا لي دار الشر لا طخ الداب واللي صبر يتوسع بابو يعرف عرفه من عبابو. مع جيزي ليجن استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية. باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابل في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره.